التوفيق والنجاح. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم. لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور في صياغته الجديدة. وفي ذلك فإن السيد رئيس الجمهورية قد وفى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة، وقد نبع حرصه على ذلك من صوت الشعب الجزائري الذي صرخ عاليا بصوته الجهور مناديا بعدالة مستقلة لا تطبق إلا القانون وكل القانون. إنه صوت الحراك الأصيل المبارك الذي طالب بدولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد. وفي هذا الشأن نعاين أن الدستور حرص كل الحرص على تدعيم استقلالية القاضي وضمان حقوقه من خلال عدة آليات نتعرض إلى بعضها على اعتبار أنها تشكل النواة التي تنطلق منها أشغال اللجنة المكلفة بهذا الموضوع. وفي شأن الحديث عن الاستقلالية أقول لكم جميعا إن استقلالية القضاء شأنها شأن الفصل بين السلطات، تبقى في جميع البلدان وفي كل الأزمنة هدفا ساميا يمكن التقرب منه، هدفا ساميا يمكن التقرب منه إذا صدقت النيات وقويت العزائم. ويبقى في كل ذلك موقف القاضي وتصرفه يشكل حجر الزاوية، إذ عليه عند ممارسة مهامه أن يسلك سلوك القاضي النزيه الحر، وعليه أن يكون القدوة في عمله وفي المجتمع الذي يتعايش معه، وأن يكون فعالا في عمله بما يضمن اطمئنان المواطن له وثقته في الأحكام التي يصدرها.